وقت منحكي الباترون منكون عم نحكي عن يوحنا مارون. يوحنا مارون هو بي الطايفة العملي، بين الروحي مارون وبين العمل اللي شق الطريق. عمليا كان أول أيد للقوة اللبنانية يوحنا مارون. وقت منحكي عن الصليب في البعض بفكروها يعني علامة دينية أو يمكن علامة تفرقة، هو بالفعل بالعكس، مع أنه هالعلامة يعني بتثبت هويتنا، بس أكتر ما أنه بتثبت هويتنا هي أكتر علامة جامعة بالدنيا، لأنه عمليا تحمل كل صفات الإنسانية، كل المبادئ العامة يلي كل الإنسانية بالوقت الحاضر عم تمشي على هداها. نحن وقت منقول صليب ما منكون عم نقول حرب صليبية على الإطلاق، منقول صليب بكل ما يعني الصليب، يعني بالتحديد محبة إنسانية وشمول. مشان هيك بتشوفوا عنا 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 مواقف معينة من كل قضايا لبنان وقضايا المنطقة يلي نقطة ارتكازها وانطلاقها من الصليب. وقت منكون اخدين الموقف اللي اخدينه من الثورة السورية، مش لأنه مع فلان ولا مع علتين، لأنه إيماننا بالصليب بيفرض علينا ناخد هالموقف بالذات. لو يلي هلأ أصدقائنا بسوريا بيتصرفوا مثل ما تصرف النظام الحالي، منكون نحن ضدهم ومع الآخرين. الصليب لازم يضل هو علامة فارقة لنا، ماذا وقلنا وجودنا ما بعود له معنى، منصفي يعني كمية مضافة. يمكن ما في مجموعة أو حزب أو ناس أو جماعة انظلموا وقت ما انظلموا القوات اللبنانية، طبعا مش من أهالي ولا سكان ولا مجتمع الباترون، كل عمره مجتمع الباترون مجتمع صديق بامتياز، ملتزم فيه ملتزم، وكان فيه ملتزمين كتار، وكان فيه قيادة كبيرة بالقوات من منطقة الباترون أدوا قصتهم للعلى على أفضل ما يكون. بس طالما نحن بالحديث لازم نطرح الموضوع. القوات اللبنانية منا حزب بالمعنى الحصري للكلمة. منطقة الباترون عرفت كتير أحزاب، وفي كتير أحزاب، وكل الأحزاب فيها خير وبركة، بس منا حزب بهالمعنى، لأنه الحزب ما بيروحوا عناصر وبيموتوا فداء لشيء معين. ما في حزب إلا ما بيفوتوا عناصره على يمكن يكون إيمانا بشيء ما، بس كمان أملا بمكسب ما، أملا بمركز معين، أملا بوصول إلى مكان ما. إلا القوات اللبنانية، القوات اللبنانية من أول لحظة بدكم تشوفوا كيف تأسست، من أول تأسيسها كل اللي فاتوا على القوات فاتوا تيعملوا شو عمليا، اللي خلص منهم خلص بالغلط والبقوا أكتر منهم ماتوا. هاي القوات إذا بدكم شو تعريفها بكلمتين هيدي هي بالضبط. ننقل على مرحلة تانية، إجا عهد الوصاية. بأول عهد الوصاية انطرح علينا كتير مغريات. أول حكومة وفاء وطني تشكلت بتذكرها تماما، كل الأحزاب انعطت وزير إلا نحن عطينا وزيران وما شاركنا. ليش ما شاركنا؟ لأنه ما بنقبل نشارك بعهد وصاية. بكل بساطة لو بدهم يعطونا 3 و4 و5 و10 وزراء ما بنقبل نشارك بعهد وصاية. على أثر حلوا الحزب وما قبلنا ورجعوا حطونا بالحبوسات كلنا سوا. ما تفكروا كنت وحدي بالحبس، كل حدا اسمه بني قوات كان بالحبس بشكل من الأشكال، كمان ما قبلنا. ضلينا تصارت ثورة الأرز وتحررنا كلنا سوا معه. صارت ثورة الأرز وما قبلنا إلا ما نكون طليعة بثورة الأرز ورأس حرب دايمة بثورة الأرز، وبعدنا لحديت هاللحظة. في كتار تسألوا إنه كيف نحن ما شاركنا بالحكومة الحالية. بتمنى هلأ يكون صار الجواب عندهم واضح. ما اشتركنا بالحكومة الحالية لأنه ما عندها مقومات تكون حكومة، وبالتالي ما عندها مقومات تقدر تعطي شيء للمواطن. وبالفعل شو عطت الحكومة هالمواطن؟ مقاطعة عربية، إن شاء الله الله يرقب في قلوبهم شوي ما تكون مقاطعة كاملة، والأزمة يلي بتأمل هلأ مزبوط تكون بلشت تنحل يلي ما راح أذكرها قدامكم هلأ لأنه نحن على عشرة. وبالتالي القوات ما بتزبط عليها توصيف انه هي حزب مثل هيك، حزب بالمعنى التقليدي او بالمعنى العادي للكلمه، لا. بالفعل شو هي القوات؟ القوات هي قضيه. مشان هيك بنتصرف مثل ما نحن بنتصرف. كثير ناس اوقات بيفهمونا غلط، بس تصرفاتنا نابعه من انه نحن اولاد قضيه، ما رح نقبل نتصرف الا مثل ما بتقتضي مصلحه القضيه. وين في مصلحه القضيه بنكون، مطرح اللي ما في مصلحه للقضيه ولو الامر ما ببين منطقي عند كثيرين نحن ما رح نكون. هيك بلشنا، هيك نحن، وهيك رح نكفي. بهالمناسبة بهالمناسبة
بدي أتمنى عليكم، بدي أتمنى على كل شخص من الموجودين بيناتنا اليوم، مع أنه في البعض قوات، في البعض أقرب على القوات، في البعض لا أقرب ولا بعاد، في البعض مش قوات ولو قربوا هلأ شوي. بدي أتمنى على كل إنسان منا بهالمجتمع، إذا نحن يعني عنا نية كاملة بأنه نحسن أوضاعنا ونرتفع بمجتمعنا إلى مكان آخر أفضل، كل واحد منا لازم ينتسب لحزب. أنا ما عم بحكي هيك لأنه نحن هلأ موجودين بحزب، لا أبدا، خذوا منطق السياسي والشأن العام بكل العالم، بكل العالم المتحضر، يعني كل أوروبا، أمريكا، وين بدكم، اليابان، أستراليا، مطرح ما العالم متحضر على شو قيم العمل السياسي، قيم على الأحزاب، لأنه الأحزاب فيها تحمل مشاريع كبيرة وتوصلها، غير الأحزاب ما فيها تحمل مشاريع كبيرة، كل حدا عقده، يمكن يكونوا أشخاص كتير كتير منيح كأشخاص، بس هالأشخاص كتير منيح ما بيقدروا يوصلوا لمطرح، لأنه بهالأيام الشغل بده جمعة كبيرة تيقدر يكون له تأثير تتقدر توصل المشروع اللي بدك إياه. يمكن الواحد منكم أو الوحدة منكم تكون قوات، تكون كتير منيح، بس ما بده ينقي حي الله حزب، بس يكون بحزب تنقدر نوصل لتحقيق كل أهدافنا. نحن ولا بيوم من الأيام كانت قوتنا بالكمية، كل عمرنا قوتنا بنوعيتنا. إذا بدنا بالشأن العام يكون عندنا نوعية مثل ما عندنا إياها بالثقافة وبالحضارة وببقية مجالات الحياة، لازم ننخرط بأحزاب تبارب وقت ممكن نقدر نوصل بكل فعالية اللي بدنا إياه. بنقول على نقطتين أخيرتين، موضوع 14 أدار، أكيد 14 أدار منا بألف خير بالوقت الحاضر، بس هي بخير ورح تضل بخير، في خلافات بوجهة النظر، تكتل كتير كبير التكتل 14 أدار، أنا بتمنى كان ما يصير في خلافات بوجهة النظر، بس ممكن يصير في خلافات بوجهة النظر، صار في خلاف بوجهة النظر، بس عم نشتغل ورح نشتغل بقوة تنجرب يقرب وقت ممكن نضيق الخلافات بوجهة النظر، و14 أدار تحضر لانطلاقة جديدة تقدر من خلالها تحقق مشروع هالمشروع يلي نزل مليون مواطن لبناني ب14 أدار سنة 2005 ميشيانو. انتخابات رئاسة الجمهورية ما بتصور يعني في أي فريق كان ممكن يعمل أكثر من يلي عملناه تنوصل على انتخابات رئاسة الجمهورية. مثل ما تبين وبتأسف على اللي تبين وبتمنى أنه المشاهدات أو الملاحظات تبعنا تكون مش بمحلها، فريق 8 أدار وبالتحديد حزب الله ما بده انتخابات رئاسية، وهذا أمر غير مقبول، وما بعرف حتى إذا بده الجنرال عون رئيس الجمهورية. برجع بقولكم بتمنى أنه يكون ملاحظاتي أو انطباعاتي مش بمحلها، بس هلأ صار لنا شهرين داعمين ترشيح العماد عون، بعد الحديث هلأ ما حدا حرك إصبعه الصغير بالوقت يلي كل يوم كان يحرك إصبعه الكبير تيقلنا أنه هو بأيد الجنرال عون. لبيك يا حسين، ايه رئيس تعمل. فهيدا وقع انتخابات رئاسة الجمهورية، رح نكفي ما رح نقعد موسيلة نتوصل نشوف كيف بدنا نوصل على انتخابات رئاسية، مع انه الواقع الحالي بالوقت الحاضر مثل ما هو. انا بحييكم فردا فردا، بدي اشكر بشكل كتير كبير رفيقنا شفيق نعمة، لأنه الـ أنا ما بقبل يكون الندر للدير والشغل على سمعان. بقى شفيق كان هو سمعان، طبعا شفيق ورفاقنا بالمنسقية بمنطقة البترون هن قاموا الجهد الكبير. كمان بدي أقول شغلي، نحن مجرد يعني قمنا بالجهد، بس الأفاضل الموجودين بيناتنا هن يلي تبرعوا بالمبلغ يلي رح يخلي الصليب يقرب خطوة لقدام. إذا الله راد رح تضل إيدينا بإيدين بعضنا تنتوصل نبني كله بوجودكم تيحرسنا ويحرس لبنان، يحرس القوات، يحرس الجميع إذا الله راد. أهلا وسهلا فيكم، كل احتفال وانتم بخير.